جاءت الأنباء العاجلة وهي تتحدث بأن بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت المفضل لدى الغرب ولدى الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتعيين إسرائيل كاتس وهو وزير الخارجية الإسرائيلي ليصبح وزيرا للدفاع. هل ترى بأننا دخلنا في فترة تصفية الحسابات الآن، خاصة وأن الولايات المتحدة الآن يعني سيتغير الرئيس، هنالك تصويت في مجلس النواب ومجلس الشيوخ؟ هل ترى بأننا أمام مرحلة تصفية حسابات واضحة، وبأن ضغوط الولايات المتحدة حول بعض المسائل مثل يوآف جالانت قد تغيرت الآن؟ نعم، لقد رأيت الخبر ونحن نوشك على أن نبدأ الحلقة. الولايات المتحدة بالطبع لديها الكثير من الثقة في جالانت، فقد كان قائدا عسكريا شديد المهنية والاحتراف، ولديه ثقة في الولايات المتحدة. لويد أوستن مثلا والإدارة أمكنهم التحدث معه وكان على علاقات طيبة معه. أعتقد بأن كاتس ليس رجلا عسكريا وإنما هو رجل موال، ويمكن أن يكون ذا ولاء بالفعل. فإذا أعتقد نعم، نحن في هذه الفترة كما ذكرت في الولايات المتحدة، نتنياهو ربما فعلا يقوم بتسوية الحسابات الآن، ولكن فلنتذكر عندما كان بأن بايدن هو رئيس الولايات المتحدة حتى 20 يناير، فهناك الكثير الذي يمكن لبايدن أن يقوم به سواء إيجابيا أو سلبيا طبقا لمستوى التعاون ومستوى التنسيق ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الأشهر القادمة. لن يفاجئني على سبيل المثال إذا قامت إدارة بايدن بإيقاع عقوبة لبعض الوزراء الإسرائيليين في الحكومة، بن غفير مثلا، أو لأنشطة أخرى أو لتحريض آخر. هناك كافة الأمور التي يمكن لإدارة بايدن القيام بها فيما تبقى لهم من أيام. أمامنا نوفمبر، وأمامنا ديسمبر، وأمامنا الجزء الأكبر من يناير، ولطالما قام الرؤساء بأمور عديدة في هذه الفترة الأخيرة لا عواقب للرئيس حينها. فإذا فلنبقي أعيننا جاحظة للمراقبة. أعتقد بأن هذا مهم بالنسبة لإسرائيل، وآمل أن يكون كاتس على دراية بما يقوم به. يبدو بأنه هو الخيار المتاح.